خلال الحصة التدريبية ديال المنتخب الوطني المغربي تلاقينا بالصدفة مع يعري والركراكي المكلفين الأمتعة ديال الرجل الوداد اللي كانوا جايبين معاهم الكرات، وشفنا حتى زنيتي وبونو مهبطين معاهم الكرات من الحافلة الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي لهذه الحصة التدريبية. فتسولنا شكون هما الكرات اللي غيتريني بهم المنتخب الوطني المغربي وعلاش كاينة هذه القضية. تبعنا وغنتبعوا معكم الصورة وغتشوفوا شكون هما الكرات اللي غيتريني بهم المنتخب الوطني المغربي في هذه السيونس ديالو الصباحية اللي حاضرين فيها معظم اللعابة من غير الغياب. كنشوفوا الكرات اللي هبطوا زنيتي وبونو محطوطين، والكرات اللي جاب يوعري والركراكي هما اللي كاينين في التيران. السؤال هو فين هما الكرات وفين غيمشيو الكرات اللي جابهم المنتخب الوطني المغربي؟ غتبعوا مزيان الصوره.